مرحبا بكم في فلوج جديد ويوم جديد من بيت مصطفى ستار. إن شاء الله أعرفكم عليه، أحد أصدقائي اللي كان بأوكرانيا عازمني على المنصور. أنا مصطفى، مصطفى قال لا أنا نايم، روح أنت بعدين. قلت له خلاص عمي ظل نايم. من المنصور وصلنا واخيرا وليس اخرا. والله اشتعلنا درجه الحراره 20 وباوكرانيا ناقص 18. جماعه هناك جمدانين وانا هنا مشتعل حار. منتظر حمودي دكتور محمد لسه ما جاء. والاستحامات يا حبيبي. وصل وصل. مواعيد دقيقه. ايش تسوي؟ هذا العراق وازدحاماته. بس والله هو معذور العراقي، خطيه بالمواعيد يتاخر. اشوفوا الازدحامات الكوت الاحمر، ما تعرف يوم تطلع انت بالله الكريم. شوفوا مسود الطريق من البدايه للنهايه. هذا شارع المنصور، هاي على زرزور رايحين. لا على زرزور، هذا زرزور طاق يعني هنا؟ يعني دكتور طاق يستاهل؟ بس الغوالي. والله ايش طبعا حمودي ما صار له 3 ايام جاي من العمره. وعاف الخطار وجاني حج جديد. والله تشبه حجمة تولي يجي كشخة. شوربة زينة أول ما وصلنا. هاي كلها مقبلات، شبعنا بالمقبلات. بطل ما يحتاج قوزي، ناكل مقبلات ونطلع. هلا بالقوزي، طبعا ما طول 5 دقائق ووصلنا. اشتاقينا للطلب السريع يجي. هو قاعد يسوي اعلان مطعم زرزوراني. بس خليني ابوق اللحمه حتى اذا ما مستوي منها سعر. هذا ما زرزور 100% تحليه رهيبه. خبط شاي زين بعد الاكل. هلفت شيء طبعا، حولونا قبل على طاوله ثانيه. هاي الطاوله كنا قاعدين بيها، حولونا هنا جابوا لنا الشايات. خلصت العزيمه، ممنونين ورحم الله والديك. والله الاكل فتشي، هو اللي من زمان ما واكلين هذا الاكل. العافيه العافيه. بس عزيمه دعني افرطك محمد. لا لا ان شاء الله العزيمة الثانية يجوز باتشة تكون. الله كريم. شوف يمت ان شاء الله. ممنونين حياتهم. لا لا يعذرنا تحصيل. والله مشتاق لك كثير. والله انا هذا المرافق 6 سنوات بالطبية. ايام وساعات. الى ازدحامات بغداد من جديد. يا ما تنحل هذه. والله شيء. يعني راح تحلها انت؟ 20 30 سنة ان شاء هذا عندنا مول بغداد، مول الحارثية، منطقة الحارثية. هاي مرطبات الطازج.
ترى محمد قال انت ما شايف مول بغداد الحارثية الا وديك عليه. نحن الان في جراج مول الحارثية. والله الجراج حلو كلش مرتب يعني. هاي اول دخلة المول. عزمني على عطر. شنو العطر؟ عطور. عطور؟ يعني اخذ بكيفي؟ نزله. اه. مفتوح. والله العطور شو اسم المكان هذا؟ الشهيرة. الشهيرة، العطور مالهم كلها اصلية ورخيصة، اسعار كلش مناسبة يعني. يمكن عن اوكرانيا فرق السعر نص بالضبط. عادي خليه يسوي. ايش تمشي طيبة؟ نهار يشوفون اعلانهم بعدين يجون يقولون تعال صور عطر مجانا. طقينا. شوف الخروج من هنا هيك اكو مكان قاعده ونرقيله. الشمس ضربتنا من هنا. طبعا هاي جلسات برا المول كلش مرتبه يعني. مو برا المول، داخل المول، من ضمن المول تعتبر. بس انه منطقه خارجيه كلش. الطابق الثالث اعتقد مثل ما شفت المطاعم تريد الكافتريات واعتقد الاطفال العاب مال الاطفال خلي الورقه هنا شوفهم شوف شلون تخلي الورقه ها الورقه مو تسحبها بس مجرد تخليها تصير لك تشق يطلع لك السعر هنا وتخلي الدفع من هنا وتاخذ الوصل وبعدها تنطلق. نفس الساعة ننتظر الوصل. وصل هاي الدوس هنا. اي هنا هاي الدقمة. اي الدوس. بالي لمس هاني. من هنا طلع الوصل من هنا نطلع. وانطلع. طقينا. الدخول من هنا والخروج من هنا. من هنا الفرة السعيدة مع دكتور محمد. كانت فرة جولة حلوة على عزيمة حلوة على كل شيء مرتب. شكرا جزيلا. هسه راح انطلق اخذ مصطفى ستار وعندنا عزيمة ثانية ان شاء الله. خليكم ويانا يعني.